السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدار 48 ساعة الحلقات اللي هتتعرض هتكون من هذه الخلفية إلى أن أعود إن شاء الله إلى مكة. أتمنى الموضوع ما يكونش مضايقك وأن تستمتع بالمحتوى إن شاء الله. بين يديك الآن المباراة رقم 2 من بطولة جمعية كتايا للألعاب الذهنية في نسختها الأولى. هذه البطولة هي النسخة الأولى من الكلاسيك في هذه الجمعية. ألاعب دكتور عقيل الشريف، هذا الرجل طبيب الأسرة، الشاب الراقي الجميل اللي تواصل معايا حتى من قبل ما أجي مكة وقال لي أنا عايزك تيجي تزورنا في الطائف، ولكن سبحان الله يعني الأمور مشيت إن هو اللي يجي يزورنا في مكة عشان يلعب بطولة الكلاسيك ونتقابل ونتشرف بهذا الشخص الجميل. هيلعب بالقطع البيضاء، الراجل مذاكر ضدي كويس، لأن طبعا زي ما أنت عارف إن أنا كتاب مفتوح على النت في أكتر من 20,000 مباراة موجودة على ليتشيس لعبتها، وجي لعب بيدق وزير. إحنا بدأنا، ممكن تعمل لايك لذيذ، ممكن تشترك في القناة. ولعبت بيدق وزير ايضا نايت سي 3. يعني ايه نايت سي 3؟ يعني بداية اما الفيريسوف او الجوبافا لندن. ايه الفرق؟ هقول لك الفرق. نايت اف 6 لو الفيل طلع هنا ده اسمه فيريسوف اتاك، وعلى فكرة يبدو عادي جدا، بس احد افكار نايت سي 3 اللي قفلت على بيدق السي انها تنشر قطع جناح الوزير بدري، وبالتالي فكرة ان الوزير يطلع هنا وان احنا نبيت طويل ونلعب في الوسط بإف 3 اي 4 دي فكرة موجودة، ولو انت ما بتعرفش ترد عليها بالاسود ستعاني. عليك ان تعلم ان بدام الاسود بدام الابيض ملعبش سي 4، انت جاتلك الفرصة انك تشارك البيدق ده في الوسط، وده لاين ملعوب وممتاز ضد الفيريسوف، وايضا لاين ملعوب وممتاز ضد الجوبافا لندن. سي 5 مباشرة هو ده اللاين اللي انا حبيت اختاره والعبه. جدير بالذكر ان كل هذه القفزات طالما الحصان لسه متحماش بالفيل لا تؤدي الى شيء، بديلك كش وبترجع مكانك علشان ما تخسرش بيد قطعة. فالمين لاين هنا اتنين مين لاين، يا اما اي 3 ده الاولد مين لاين، يا اما اي 4 وده المودرن اللي رشحه هانز مكنيمان في الكورس بتاعه. تاكل بياكل بتاكل بياكل بتاكل، ممكن او تدي كش وتاخد البيدق. احد التفريعات انك تدي كش يقفل السكه، تاكل البيدق هو كمان يدي كش وانت تغطي وياخد البيدق، وبعدين تلعب جي 6 ويقول لك تعال نكسر وبعدين ناكل ناكل. هذا الشكل. انا ما اعرفش قلت الكلام ده قبل كده ولا لا، بس عايزك لو سمحت تاخد هذه الاشكال وتلعبها مع صديقك الشطرنجي. لو انت عايز تتطور لابد ان يكون لك تشيس بارتنر، صديق شطرنجي تقعد تتدرب معاه وتلعب معاه الأشكال مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتحللوها وتفهموا. هذا الشكل غني جدا، يعني هذه النهاية غنية جدا، إنك تعرف الأسود يطور الأربعة على ثلاثة بتوعه والأبيض يطور الثلاثة على الاثنين بتوعه. المهم اتلعب لي اي 3. لعبت مرة ضد انترناشنال ماستر اسباني في بطولة الشارقة في شهر 5 اي 6 واخد البيدق، ولما طلعت كده عشان عايز اعمل الحاجات دي لعب لي اي 3. جدير بالذكر ان الحاجات دي ما بتقلقش قوي، بيشب جي 5 وبيكون في ضغط اسطوري على هذا البيدق، وبصراحة بيمسكه في البيدق والموضوع بيبقى مش لذيذ، لانك طبعا لو اكلت هنا هو ممكن يديك فيل في حصان وتضطر تاكل بالبيدق، لانك لو كلت بالوزير هتخسر البيدق. طب حتى لو كلت بالبيدق بتخسر البيدق، ايه ده ايه ده ايه ده، الوضع ده سيء جدا يا عم. لا يا عم
يا عم ما اعملش الحاجات دي يا عم. انا الصح بيدق في بيدق اولا، بيدق في بيدق بعدين A6. ليه A6؟ لمنع هذا الحصان من القدوم، بدل ما الفيل اتفتح له والحصان هيبقى محمي. بيشب D3، جرت العادة أن يلعب اللاعبون، دي حاجة مهمة جدا لابد أن تعلمها، حصان. وهنا في 2 مين لاينز، يا إما تنتشر بالحصان وتواجه الحصان، وده فيروزة لعبه قريب جدا ضد حد مش فاكره، أعتقد أنيش جيري، يا إما الحصان يطلع ما تطلعش أنت وتربط، ولما أسألك سؤال تسيب لي امتياز الفيلين عادي وتكمل شطرنج. ده لاين موجود وده لاين موجود. جدير بالذكر ان شكل ده كويس جدا للاسود نتيجه انه تخلص من الفيل قبل ما يقفل عليه باي 6، بيدقوا على ابيض مع الفيل الجيد، لا يمكن ان يعاني الاسود في هذا الشكل. والمين لاين تبييت طويل، نايت سي 6 او بيشب دي 6 تكمل شطرنج. تبييت متعاكس وعنف، لكن انت عندك enough counter play، عايز تطلع كده تعوج البادئ، ممكن تحط الرخ تطلع بالوزير، شقاوة، واحد بيلعب هنا واحد بيلعب هنا. بيشب دي 3 تم اختيارها، والان نايت سي 6 هات البيدق، ويقرر دكتور عقيل الشريف انه ما يلعبش هذه النقلة ولا هذه النقلة علشان الربطة سخيفة. هنا ممكن تكون نقلة كويسة، وده المين لاين أساسا وبتلعب عليها اف 3، وبعدين الفيل يقعد يلف لفته عشان يتكسر مع الفيل الآخر. ولكنه لعب the interesting move نايت سي اي 2. أنا عايز ألعب سي 3 أساسا وأحمي البيدق. بيشب جي 4 على أي حال، نايت اف 3 عمرها ما اتلعبت قبل كده، وواضح جدا هي ما اتلعبتش قبل كده. ليه؟ لانك لو اكلت البادئ بقت ضعيفه والدنيا مش حلوه، ولكن الدكتور له وجهه نظر انه عايز يلعب كوين دي 2 ويبيت طويل ويلاقي طريق يهاجم منه على الملك، بعد ما انا العب اي 6 بيشب يعني هيبقى في لعب على الجي فايل. فبصراحه انا لم اكن مهتما ان انا اعوج البادئ دلوقتي. يقوم الدكتور يسألني سؤال H3، ما هتعوج البيادق ولا انت وضعك ايه؟ فقلت له يعني ما بست موف على الانجن تعوج طبعا، لا مش دلوقتي، مش عايز اعوج دلوقتي. كوين دي 2 الانجن بقاله 3 ايام الانجن قاعد بيصرخ، ما تعوج ام، حاضر مش دلوقتي. لما كوين دي 2 اتلعبت، المعلومة دي مهمة جدا تعرفها، هذا انذار ان الراجل ده خلاص ناوي يبيت طويل. ولو بيت طويل وبعدين عمل كده وانت مشيت وبعدين جاب الحصان، انا شايف ان وضعه ممتاز. عليك ان تحاول احداث اضعاف على جناح الوزير اللي ناوي يبيت فيه. وده انا اعملها ازاي داي؟ بيشب بي 4 وتقول له يا ترجع تتربط، ساعتها باكل 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 بيخسر، يا تلعب سي 3 بعدين ابقى ارجع. فلما سيادتك تبقى تبيت طويل، انا يبقى عندي الافكار بتاعه الدفع البيدقي والهوك اللي هفتح منه سكه. دي تفصيل على فكره في منتهى الاهميه، ان انا ما اطلعش مباشره بشيب دي 6، وانما اطلع الاول هنا بعدين ارجع، اسمها inducing weakness، عايز اطلع اضعاف. المهم سي 3 بيشب دي 6، والان الدكتور عنده 100,000 اختيار، منه انه يبسط بهذا الشكل، ومنه انه يعقد بنايت اي 5 وهذا ما لعب. وانا مباشرة لان انا يعني شارب من كيعاني من هذه الاشكال، ان الحصان ده لو قعد مده طويله هيضايقني، لو رجع وقام دعمه باف 4 يعني الوضع ما بيشب تكس. اهدى يا دكتور نوف، انت سبت امتياز الفلق. ايوه حصل. اولا لا يمكن ان تاكل بالحصان تخسر قطعه، لا يمكن ان يعني لما ناكل بقى
الفيلين اللي معاه يا اما يسيب الفيل تاني، واخد بال سيادتك، يا اما يقفل على الفيل. ما هو الفيل ده برضه هيلعب فين دلوقتي؟ وهيقول لك ده يربطك ويبهدلك والحاجات، انت خلاص انت ممكن تاكل حصان فبيدق بعدين. اولا اصلا انا اللي عليا اللعب دلوقتي ولازم امشي، مفيش ربط اصلا، مفيش الكلام اللي انا بقوله ده. وهذا الفيل يعاني، بصص على بيدق، بيدق ده كمان اضعاف انا عايزه دلوقتي اساسا. فالبيست موف انك تحمي البيدق او تمشي بشيب جي 5، ايضا نقله ممتازه. وانا لعبت كوين سي 7، انا عايز البيدق ده بكل القطع المتاحه، والطريقه الوحيده لحمايه البيدق ان تلعب اف 4. الانجن شايف ان الشكل ده 2 من 10 للاسود، بس انا شايف ان الشكل ده، ودي حاجه مهمه جدا لو انت فاهم الشطرنج، خلي عندك شويه طموح وتفاؤل. انا شايف الشكل ده كويس جدا للاسود، مش كويس حاجه بسيطه. ليه؟ لان الفيل ده شويه خارج اللعب، يعني ما بيبصش على حاجه، احتمال كبير بيت قصير، والشارع الاسود ده لو انا لعبت كوين بي 6 ما انتش مبيت الجنب ده. ولو انت بيت طويل انا هبيت قصير واجيب الرخ هنا والرخ هنا وابدا ادفع البيادق وضايقك. بس مهم تلعب كل حاجة في ميعادها. يعني مثلا الراجل ناوي كمان شوية يلعب نايت جي 3 ويضايق الفيل، ولو انا مشيت احتمال يدفع البيدق ده في وشي. بيني وبينك تكتيكيا مش احسن حاجة لاني باكل، بس خلي بالك لو انا استنيت، يعني مثلا لو انا بيت ام طلبني ام عامل كده اهو، انا شايف ان اف 5 مش عارف تكتيكيا وحشة. وحشة عشان وزير في بيدق بكش، ده تبقى كارثية. وزير في بيدق بكش جامدة. على كل بيشب جي 6 لعبت الآن، وخلي بالك ان اف 4 برضو هنا كنت فاكر انها كويسة وانا بلعب، لكن هي مش حلوة ولا حاجة. بعد ما تاكل بالبيدق وبعدين هات الفيل برضو، وزير في بيدق بكش قوية. فلما رجعت بالفيل أكل طبعا الأكل هنا بصراحة ليست الأفضل، كان عليه أن يقرر ما بين تبييت قصير وتبييت طويل. تبييت قصير ممتازة، معرفش تبييت طويل وضعها ايه. الانجن بيقول نايت سي 5 جامدة، تفوق واحد للأسود، اوكي الأمر يحتاج إلى بعض الحسابات، لكن تبييت قصير ولو عملت كده دلوقتي ممكن تاكل ياكل، بس خلاص ملكي بقى في الأمان والدنيا مش وحشة. بيشب تيكس لعبت الآن، ثم كوين سي 2. طبعا كوين سي 2 لأنه شاف تهديد خطير، مثلا لو لعب كده مثلا هو شايف ان اف 6 هتحبس الفيل، هو قال لك لا كوين سي 2 لو لعبت اف 6 لا وزير في بيدق بقى، الموضوع هيبقى هنا سيء جدا بالنسبه للابيض، بالنسبه للاسود بعد وزير في بيدق بكش. فكأنه عالج الاف 6 بكوين سي 2، ولكن ما زال الملك في الشارع. كوين دي 6 ما تبيتش، ارجع اقف في وشك يا ريت بس ده مش موجود، طب ارجع من هنا يا ريت بس ده مش موجود. روك دي 1، اوكي هل هناك تبييت طويل؟ لو بيت طويل هتحط الرخ وتمشي بالوزير وتدفع البيادق وهتبيت قصير كمان عادي، مفيش حد يمنعك من اي حاجة، كل ده حلو. روك دي وان التي لعبها بتقول انا مش مبيت طويل خلاص، ومعادش فيه تبييت قصير، اذا دي بداية معاناة. نايت سي 5 عاوز نايت اي 4 قوية، فمنع الفكرة بنايت جي 3. اوكي رخ على العمود، يعني لا ضير في ذلك. والان بيست موف كان يلعب كوين تي دي 2، الا انه لعب كوين تي بي 1 ودي نقلة سيئة، نتيجة انك لو قسمت الرقعة يا عزيزي
ما بين جناح ملك ووسط وجناح وزير، تكتشف إن جناح الوزير فيه 4 قطع على قطعة، وبالتالي سهل جدا تهاجم الجناح بهذا الشكل. هات البيدق، إن دفع البيدق حصان في بيدق وتخسر فرق، فرق وبيدق. فعاد كوين سي 2، والآن يأتي دور الحسابات. ينفع آكل البيدق ولا ما ينفعش؟ ولا تربط يعني؟ لو كلت بالوزير هتخسر القطعة، فالأوبشن المتاح الوحيد إن أنت تاكل بالحصان. هل تنفع ولا تكتيكيا فيها مشكلة؟ بالحسابات وجدت أن الأمور جيدة نتيجة وضع الملك السيء. أنا ممكن أبقى أهرب بكش، يعني مثلا لو أنا كلت وهو ربطني هناك هروب، ثم الحصان يعود على السي 4. خلي بالك العودة على السي 4 مش بتسقط بيدق ولا حاجة، في مات أو يديني وزيره. فتكتيكيا حصان في بيدق ممتازة، وهي التطور الطبيعي للمباراة، لأن استراتيجيا أنت عملت أخطاء معينة، منها إن أنت ما كلتش فيل في حصان في لقطة من اللقطات، والفيل بتاعك يبدو إنك بتلعب ناقص قطعة، قررت ما تبيتش لا ملك ولا وزير، يعني لا على جناح الملك ولا على جناح الوزير، فالملك في الوسط. احنا في مشكلة. واحد يقول لي طب ما انت برضه ما بيتش. بس انا التبيت اهو، يعني ما فاهم، التبيت معايا والملك آمن. تم اختيار روك دي 2 من قبل الدكتور، والآن وقف الفيديو وفكر ماذا تلعب بالقطع السوداء، بالقطع السوداء. علامتي تعجب، علامتي تعجب، اجي واجي، اتنين تعجبين. نايت بي 4. طيب، أولا الحصان مطلوب، العودة بالحصان لا تضر إطلاقا، ولكن لما يبقى عندك قطع زيادة موجودة، 1 2 3 4 على 1 أهم، استخدم ما يعرف بالموبيليتي، يعني يبقى عندك حركية في القطع زيادة. حاول تشوف الاوبشنز بتاعتك. نايت بي 4 مش مجرد نقلة عادية، هذا الحصان لا يمكن ان ينتش عشان الكش الجامدة، ولو اكل يسيب وزيره، ولو ما اكلش هاخد انا وزيره، فهي منطقية نتيجة ان انا منتشر كويس. كمان المشكلة ان انا لو كنت مشيت بالحصان بعدين دخلت بالنقلة دي في اي وقت، دايما يبقى عنده الكش، فانا لحقته قبل ما يقدر يبقى عنده الكش المتاحة. تحرك بالوزير ومن هنا تنهار المباراة سريعا. كش عايز قطعة، طبعا لو مشي كده الحصان بيشارك، الانجين بيقول مات في 13 ولا مات في 11. نايت 4 دي 3، انا عايز اصلا الرخ، يعني ان هم ما عملش اي حاجه، هو مشي كده وانا اكلت الرخ، انا فوق 6. فهو عشان يفضل حامي ويفضل حامي رجع بالحصان، ودي افضل نقله دفاعيه. ولكن هذه الكش يا عزيزي، لو جه كده هياخد مات، ما بيقدرش يجي كده عشان الحصان واقف، فبيضطر يديني فرق، وبعدين لو مشي كده هياخد مات، فبيمشي الجنب التاني فبديله كش وبيمشي وباخد فرق كمان، وتنتهي المباراة سريعا. طبعا هي المباراة انتهت هنا، لكن لو حاجة زي كوين اي 3 انا عايز مات في 1 ومش عارف ابيت، كوين سي 4 موجودة وتنتهي المباراة. طيب، ما هي الدروس المستفادة من المباراة؟ اول حاجة، لابد ان تفهم البون ستراكشر بتاع الافتتاح بتاعك. يعني ايه؟ يعني لو انا عارف ان فكرة الافتتاح هجوم على الملك، فانا من بدري مش هلعب النقلة دي، ولو انها كويسة بس مش هلعبها، وهلعب دي عادي، ولو طلع هقول له اتكل على الله،
ولو مشي ممكن اقول له اتكل على الله، ولو مشي هفضل اكمل اخدة في المساحة، ولما ياكل هاكل، وبعدين هحاول ابيت طويل واكمل دفع بيدقي على هذا الجناح. وده جيم شارب جدا، لازم يكون عندك خبرة في هذه الاشكال. ولو انت عايز تشوف مباراة قوية لعبت في هذا الشكل، ممكن تشوف مباراة كابتن محب امير ضد ديفيد جورج سمير في بطولة العرب هذا العام، وقد نشرت هذه المباراة على القناة. لازم تحط ملكك في الأمان في أي لحظة. تبييت وبعدين نشوف الكلام على إيه. هنا هذا الفيل يحتاج إلى رقعة مفتوحة. تكتيكيا الرقعة ما كانتش مفتوحة بشكل كافي والفيل اتعزل. لازم تشوف مستقبل القطع بتاعتك هيبقى عامل ازاي قبل ما تقرر هنا تاكل بالبيدق ولا تاكل بالفيل. و ده التطور الطبيعي للمباراة نتيجة ان الملك في الوسط. اتمنى تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا. دكتور عقيل مكسب لاي حد ان يتعرف عليه، راجل ذوق وشيك وكلامه كده متحضر وجميل. واشكره جدا على الاسبريسو اللي عزمني عليه في بداية الجولة. وبس يا سيدي، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.